خاضوا متاعب الحياة وعاشوا همومها مبكراً، ووجدوا أنفسهم في مواجهة قسوة المعيشة وواقع فرض عليهم العمل سعياً للقمة العيش. إنها الطفولة المسلوبة في العراق، المختطفة من مافيات التسول والأعمال الشاقة والإتجار بالبشر. 500,000 طفل عراقي يعانون من التشرد والانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد، هو ما كشفت عنه تقارير حقوقية قالت إن قسماً كبيراً من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال والمتاجرة ويجبرون على مزاولة أعمال شاقة ويعانون من الحرمان وغياب الاهتمام الحكومي. الظروف الاقتصادية وأحوال أهلهم المعيشية عصفت بمستقبلهم، وبحسب تصريحات للمفوضية السابقة لحقوق الإنسان في العراق أكدت فيها انخراط أطفال دون سن 18 في ممارسة أعمال شاقة، مشيرة إلى زيادة ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير في البلاد. المفوضية لفتت إلى أن هذه الظاهرة باتت مخيفة في المجتمع العراقي لارتباطها بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن وتفكك الأسر العراقية. في المقابل لم تتخذ الحكومة الحالية وسابقاتها أي إجراء يذكر للحد من عمالة الأطفال وآثارها الكارثية على مستقبل البلاد.